الاخ بتاع اختونا ده اللي بنتكلم عشان المشاهدات نشفت يا حبيبي، وربنا نشفت وبقى فيها مشاهدات ولا بقى فيها حاجه، بس بعمل المحتوى اللي عاجبني. لا مؤاخذه، ما جيت بجره سمعت ان هو عمل لقاء امبارح على القناه الرسميه ليوتيوب للاتحاد الجزائري. اللي هو الاتحاد الجزائري عامل قناه على يوتيوب، قناه رسميه، فما جيت بجره قرر ان هو يطلع يتكلم فيها على حاجات وملفات مفروض ان هي شائكه. ما رد على سؤال متعلق بسبب غيابه عن كاس امم افريقيا، الامور كانت واضحه منذ مباراه المنتخب المحلي امام ليبيريا، بما انني كنت المسؤول الاول عن هذا المنتخب قررنا رفقة بالماضي ان اركز على عملي مع هذا المنتخب. بتوالي التربصات كنت مطالبا بالتركيز على المنتخب المحلي لانه مستحيل العمل جيدا في المنصبين. والله ابو بالين كداب، يعني ما ينفعش تكون شغال مدرب مساعد فريق اول وبعد كده تروح تشتغل مدرب لفرقه المحليين، الموضوع هيبقى صعب جدا عليك للامانه. لكن الاكيد ان انا بقينا مع بالماضي في تواصل بخصوص المنتخب المحلي والاول قبل بعد بطوله كاس العرب، كنت مرهقا جدا وكان من المستحيل ان ادخل بطوله كبيره كاس افريقيا في ظرف قصير. والله كلامه منطقي، يعني الراجل كان لسه مخلص البطوله في ديسمبر، كان صعب جدا ان هو يروح معاهم في الكاميرون علشان خاطر يشتغل كمدرب مساعد لجمال بن ماضي في كاس الامم الافريقيه. يعني كلامه منطقي بصراحه، يعني الراجل بصراحه عدى لعب وازح، ما ينفعش اكون مخلص بطوله في ديسمبر والبطوله كانت مرهقه جدا نفسيه والبطوله كان فيها ضغوطات كبيره جدا على مجيد بوجره والمنتخب الجزائري، والراجل يشكر للامانه عرف يطلع كسبان البطوله. فصعب جدا ان انت تقول له ما رجعتش ليه المنتخب الاول، لان هرجع ازاي وانا بروحين سعادتك. مهمته الحاليه تتمثل في العمل مع المنتخب المحلي للقيام بعمل جيد يجب التركيز 100%، ده حقيقي. في مهمه واحده وعدم تشتيت الجهود قبل ان يضيف بخصوص اقصاء الخضر انها ضربه موجعه، دي حقيقي فعلا. انا اعرف ناس بتكلمني لحد النهارده بيقولوا لي على الهدف الثاني وبقول له ده خطه الموضوع، الماتش خلص مش هيتعاد، يقول ان شاء الله هيتعاد، بقول له والله كويس، والله اتمنى انه الماتش يتعاد، بس في ناس الدنيا وقفت عندها لحد مباراه الجزائر والكاميرون، مهما قعدت تقول لهم تخطوها يقول لك اخطونا انتم، ما لكمش دعوه، احنا هنفضل عندنا امل متشبثين بالامل. فعلا ضربه موجعه للجميع، اللاعبين والطاقم الفني والجماهير والفاف اللي هو الاتحاد يعني. الى غايه اللحظه نستيقظ كل يوم ونظن ما زالت كان كابوسا، لان عملا كبيرا تم القيام به وبنسبه 4000% كل شيء تم تحضيره كما قال المدرب بالماضي. كل شيء لعب في 10 ثواني وحول قرارات تحكيميه غريبه نوعا ما انها كره القدم، وعلينا النهوض مره اخرى لمنح السعاده للشعب الجزائري. والله كلام محترم جدا، يعني الراجل فعلا مفيش اي حد بخل مجهود على المنتخب، قرارات تحكيميه كانت غريبه، 10 ثواني انت جوه كاس العالم بعد كده بره كاس العالم، كان سيناريو فعلا صعب انك تنساه، بس هو نهب حته حلوه بصراحه التصريح ده انها كره القدم وعلينا النهوض مره اخرى لمنح السعاده للشعب الجزائري. كرة القدم هي دائما المستقبل، الجزائر مرت بخيبات مماثله لكنها نجحت في العوده والنهوض مجددا. الله اكبر عليك، نفس الكلام اللي الواحد بيقوله والله، اللي هو خلاص يا عمي الماتش بتاع الكاميرون عدى بس لسه في مستقبل، في كاس امم افريقيه 2023، في تصفيات كاس عالم جايه، يعني الدنيا ما وقفتش. الجزائر مرت بخيبات مماثله لكنها نجحت. قبل ان يتولى جمال بالماضي مسؤوليه الجهاز الفني كان المنتخب الوطني فشل في التأهل لمونديال روسيا، ودي حته حلوه بصراحه اللي هو بيدافع عن جمال بالماضي، اللي هو حتى قبل بالماضي الفرقه ما كانتش بتوصل كاس العالم في روسيا وسجلنا نتائج سلبيه، لكن ذلك لم يمنعهم من الفوز بكاس افريقيا و2019 تسجيل سلسله 35 مباراه دون خساره. برضه حته بيدي شوت اوت لجمال بالماضي اللي هو بيديله تحيه ان الفرقه قبليه كان الوضع سيء والوضع كان صعب جدا، بس جيب الماضي خد كاس الامم، جيب الماضي كسب الفرقه 35 مباراه بلا هزيمه. والله التصريحات كلها الراجل بيشيد بجمال بالماضي، هم بيقول لك كان في مشاكل منين. كانت الاجواء حزينه جدا، اللاعبون كانوا اتسال طبعا على الاجواء اللي كانت موجوده في غرف الملابس بعد مباراه الكاميرون، رد وقال كانت الاجواء حزينه جدا، اللاعبون كانوا يبكون والمدرب بالماضي كان في حاله انهيار واحباط شديد لان التاهل الى كاس العالم كان هدفه الرئيسي، نحن دائما خلفهم، علينا النهوض مجددا والنظر الى المستقبل بايجابيه. والله كلام فوق الممتاز جدا بالنسبه لمجيد بوجرد. هو مجيد بوجرد المفروض ان عنده ماتش ودي مع منتخب توجو، اختار افضل اللعيبه في الفتره الحاليه على ان هدف المنتخب هو التتويج بلقب بطوله افريقيا للمحليين.
يعني الراجل بيتكلم كلام محترم جدا. يعني لما سألوه قالوا له ما عندك مشكلة مع بالماضي؟ قال لهم انا ما عنديش مشكلة ولا اي حاجة، بس ما ينفعش ان انا اشتغل مدير فني للمنتخب المحلي وبعدها نرجع تاني بسرعة البرق نشتغل مدرب مساعد في المنتخب الاول. وبصراحة دي حاجة محترمة. يعني فين بقى الخلافات اللي كانت موجودة؟ يعني فين الكلام ده؟ بالعكس الراجل بيشيد بجمال بالماضي، الراجل بيقول ان الفريق كان قبله حاجة وبعده حاجة تانية، والراجل بيقول ان هو بينسق معاه كل حاجة. يعني حاسس ان في خناقات بنحاول نختلقها، مش عارف يعني عايزين نقول لك ان بجره كده كان في مشاكل ما بينه وبين بالماضي مره واحده كده، بس سبحان الله المشاكل دي مش موجوده. يعني المشاكل دي فعلا مش موجوده، كل الناس بتدعم جمال بالماضي، مفيش اي حد بيتدخل في قصه ان جمال بالماضي عمل او جمال بالماضي سوى. وخصوصا لما مجيد بجره نفسه يتكلم، مجيد بجره كان مدرب مساعد لبالماضي، واحد بالماضي كان واثق فيه وجابه مسكه معاه منتخب الجزائر، وده حلم بالنسبه لاي حد ان هو يبقى موجود في جهاز منتخب بلده. جمال بالماضي جابه، جمال بالماضي رشحه انه يشتغل مدير فني المحليين، جمال بالماضي بينسق معاه كل حاجه، جمال بالماضي بياخدوا راي بعض في كل حاجه بخصوص المنتخب المحلي، لان صعب جدا ان مجيد بجر يفرض راي على جمال بالماضي في الفريق الاول، دي حاجه طبيعيه وحاجه عاديه. بس انك تيجي تقول ان في مشاكل، فعليكم في عون بصراحه الجماعه اللي بيشتغلوا على الحاجات الجهنميه دي، زي الاعلام المصري عندنا بيدور على اي مشكله من اي خن. مفيش مشكله يا جماعه بين الماضي وما بين مجيد بجره. حسيت ان انا هشوف شويه سسبنس في التصريحات، بس لقيت ان كلها تصريحات موزونه جدا لمجيد بجره، التصريحات كلها بتدل على احترام كبير جدا لجمال بالماضي. مفيش كل الكلام اللي كان موجود بقى ان في تصريحات ومجيد بجره كشف، كلها حاجات عاديه وكلها حاجات منطقيه. وارجع تاني وتالت واقول شكرا مجيد بجره على الكلام المحترم جدا ده، وارجع تاني وانهي الفيديو بالكلام اللي احنا بنقوله، ان والله الدنيا ما وقفتش على ماتش الكاميرون، وان شاء الله باذن الله اللي جاي هيكون افضل. لو عجبك الفيديو اعمل لايك، لو شفت ان الموضوع ما كانش فيه شويه اثاره فالتصريحات بتاعته موزونه، اجيب لك اثاره منين انا؟